سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الجهاز المتصل بمفاتيح المرور. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا عن جوجل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الجهاز والمشاركة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الجهاز المتصل بمفتاح المرور، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا، وبعدها سوف نضغط هنا على الموافقة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.